قبل مراسلتنا مي عبد الرحمن، قلنا يعني كنا نتوقع انه المنتخبنا في اولى مبارياته هيفوز يعني ويسعدنا ويبهجنا، لكنه خيب املنا، تعادل مخيب للامال. فقلنا يعني نشارك، قلنا الناس تبقى مراسلتنا تبقى موجوده مع الناس في المقاهي ونشوف ردود افعالهم. يا مي، عايز اسال الناس، هل الاداء كان مخيبا للامال؟ وهل هم ما فقدوش الامل في انه ادائنا يتحسن ان شاء الله ونفوز بالبطوله؟ مساء الخير استاذ وائل، مساء الخير مشاهدينا مشاهدي قناه دريم. انتهى قبل قليل اداء منتخبنا المصري والمنتخب المالي وكانت النتيجه متساويه، والان هنستطلع اراء الجمهور في مستوى المنتخب المصري. المنتخب المصري كان اداؤه النهارده كان ده سيء جدا ولا يتناسب مع بطل افريقيا ثلاث مرات متتاليه، بس ده متوقع جدا مع هيكتور كوبر اللي بيعتمد على التامين الدفاعي وبيلعب على الهجمة المرتدة عن طريق صلاح وتريزيجيه. والجمهور المصري ان هو ما يتوقعش منه اي اداء في خلال البطولة، هو ممكن يتوقع نتيجة ان هو بيعتمد على تأمين الدفاع والهجمة المرتدة، وده ما بيعملش شكل المنتخب المصري. يعني حضرتك بتحط اللوم على كوبر؟ لا، هو طريق، هو طرق من طرق اللعب، يعني الطرق الدفاعية بس ممتعة زي اللي مثلا شفناها في 2006 و2008 و2010. يعني مصر فازت بالبطولات دي عن طريق لعب جمالي ولعب هجومي، لكن هيكتور كوبر هو بطريقة دفاعية، يعني هو الراجل بيلعب بطريقة دفاعية وبيهتم اتصاب اتنين من حراس المرمى، شايف دوت هيأثر على الفترة اللي جاية؟ ما معناش غير الحضري. هو كده كده الحضري حد عنده خبرة دولية كبيرة، حد ثابت في مكانه يقدر يقود الدفاع بطريقة كويسة، فلا ما اعتقدش يعني مش بديل. اعتقد خلال الفتره دي ممكن ان احنا يعني يكون في حد جاهز فيهم فيقدر ان هو يكون بديل كويس للحاضر. يعني الشوط الثاني المستوى كان واضح جدا ان هو قل في الشوط الثاني. المستوى الشوط الثاني الفرقه طبعا هبطت ومستواهم هابط جدا، طريقه مستر كوبر مش هتنفع بالطريقه ديت، اللي هو يدافع ويلعب الهجمه المرتده. احنا رايحين دوره، الدوره دي لازم نهاجم ويبقى منظرنا كويس جدا. يعني الطريقه اللي احنا نلعب بيها دي طبعا اللي احنا نلعب على الهجمه المرتده ونقفل الجيم وبتاع كده ما ينفعش كده، ان فرقه غانا النهارده وفرقه اوغندا مستواهم كويس جدا وكده، يعني كده شكليا كده ممكن ما نوصلش. وصل كلمه بس. اتفضل اتفضل حضرتك. احنا بنتكلم في عملية السعودية بلد رسول الله، بلد عشان بلد رسول الله نحترم السعودية ونحترم مصر. بنتكلم في الكورة دلوقتي. والآن أستاذ وائل، غانا تتصدر المجموعة برصيد 3 من النقاط، يليها مصر ومالي برصيد نقطة، وأوغندا في المركز الرابع والأخير 0 من النقاط. تتوقع ايه الفترة اللي جاية؟ انا شايف ان احنا لسه لينا فرص في المجموعه، خصوصا ان احنا لسه عندنا ماتش اوغندا. بس الفكره ان مستر كوبر لازم يغير شويه من فكره، مش لازم نلعب بنفس الطريقه مع كل الفرق. يعني لما لاعب فرق كبيره ماشي انا ممكن ادافع، انما لما لاعب فرقه زي اوغندا او مالي مستواها مش قوي قوي لازم انا اهاجم شويه ولازم العب كره على الارض، ما ينفعش على طول نلعب الكره الطويله. فلو ركزنا شويه ولعبنا على الارض وهاجمنا شويه بلاش الزون ديفنس ده مع كل الفرق، ان شاء الله نعمل نتائج كويسه ويكون لنا فرص افضل الفتره الجايه. شكرا. ما ينفعش نكمل بالطريقه دي خالص، اصلا اللي احنا مصر لسه ما جاش من منتخب مصر، لسه ما جاش من مصر، احنا لسه قاعدين في مصر. ما ينفعش نكمل بالطريقه دي، وبيسحب محمد صلاح في الماتش، ما بنلعبش اي طريقه في الملعب اصلا، مالي مبهدلنا، هنخش هنلعب غانا بالطريقه دي مش هنصعد الدور الجاي. مش شايف اي حاجه خالص، مش متوقع اي حاجه من منتخب مصر اصلا. عودة اليك استاذ وائل. يا عبد الرحمن الف شكر.